أهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس من دروسنا الجديدة. اليوم إن شاء الله راح نكمل معكم في درس المتطابقات المثلثية 2. حنثبت متطابقات نصف الزاوية. المرة الماضية أخذنا متطابقات ضعف الزاوية، جيب 2 سين وجتا 2 سين وظل 2 سين. اليوم راح ناخذ متطابقات نصف الزاوية اللي هو جيب السين على 2 وجتا السين على 2 وظل السين على 2. راح نبدأ من المتطابقة هاي اللي هي جتا 2 سين، كلكم بتعرفوا جتا 2 سين شو تساوي؟ تساوي 2 جتا تربيع السين ناقص 1. هذه من متطابقات ضعف الزاوية، واحدة من متطابقات جتا 2 سين، تمام؟ طيب هاي جتا 2 سين ايش بستفيد منها؟ الان احنا بالزوايا بالرياضيات لو بدنا نغير هاي الزاوية اللي هون بدل 2 سين مثلا انا بدي احط 4، يعني كاني بدي اضرب باثنين. اذا بدك تضرب هون باثنين بدك تضرب هون باثنين، اذا بدكم تضربوا هون بخمسة بدكم تضربوا هون بخمسة. يعني شو ما بغير في الزاوية اللي هون بدي اغير في الزاوية اللي هون. طيب انا بدي اقسم الاثنين سين على اثنين، فهاي كأنه الزاوية، طبعا انا بدي اقسم على اثنين فالزاوية اللي هون بقسمها على اثنين، الزاوية هاي مرتبطة مع الزاوية هاي، فهاي بتروح مع هاي بيضل عندي جتا السين تساوي اثنين جتا تربيع السين على اثنين ناقص واحد. طب ليش عملت هيك يا استاذ؟ احنا بدنا نوصل لمين؟ لمتطابقات نصف الزاوية. شو يعني متطابقات نصف الزاوية؟ حكى متطابقات نصف الزاوية جيب السين على 2 جتا السين على 2 وظل السين على 2. فعشان اوصل لسين على 2 قسمت هون على 2 وقسمت هون على 2 عشان اوصل للشكل هذا، فهاي راح تضل جتا السين. هسا انا بدي جتا السين على 2 لحالها، فبزيد واحد لهون وبزيد واحد لهون، بصير عندي جتا السين زائد واحد تساوي هذا الواحد راح، هذا مش في الزاوية، هذا برا الزاوية، بس سين على اثنين. اثنين جتا تربيع السين على اثنين، وبدي اقسم على اثنين هون وبدي اقسم على اثنين هون. ليش؟ عشان يروح هذا الاثنين ويضل جتا تربيع السين على 2 تساوي جتا السين زائد 1 على 2. طيب انا ما بدي جتا تربيع، بدي ايش؟ بدي جتا 2 سين لحالها، فحكى لك مش مشكله خذ جذر لهاي وخذ جذر لهاي، فالجذر بيلغي التربيع، بضل عندي جتا السين على 2 شو تساوي؟ موجب او سالب جذر جتا السين زائد واحد كلها على اثنين، فجتا السين زائد واحد كلها على اثنين. هاي كأنها المتطابقة رقم واحد، هاي شايفينها كأنها المتطابقة رقم كم؟ رقم واحد. فهاي خلصنا من جتا اثنين سين. طيب بدنا جيب ايش؟ جيب اثنين سين. حكى عادي، انت بتعرف من اول انه عندك جتا اثنين سين يساوي واحد ناقص اثنين جيب تربيع السين، هاي اخذناها المرة الماضية. طيب جتا اثنين سين انا ما بدي السين، بدي السين على ايش؟ على اثنين، فبدي اقسم هون على اثنين وهاي الزاوية على اثنين. شو ما بعمل في الزاوية هاي بعمل في الزاوية هاي، هذا اثنين بروح بضل جتا السين تساوي واحد ناقص اثنين جيب تربيع السين على 2، تمام؟ انا بدي هاي لحالها، فبدي امسك البارت هاد كله شايفينه ووديه هناك واجيب جتا السين لهون، بصير 2 جيب تربيع السين على 2 تساوي 1 ناقص جتا السين، هاي موجب نقلتها صارت سالب وهاي سالب وديتها صارت موجب. طيب خلينا نقسم على 2 هون ونقسم على 2 هون، هاي بتروح مع هاي، بضل جيب ت
تربيع السين على 2 يساوي 1 ناقص جتا السين كلها على 2. ناخذ جذر للطرفين، للطرف هذا وللطرف هذا. الجذر بلغي، التربيع بضل جيب السين على 2 يساوي موجب او سالب. طبعا ليش موجب او سالب؟ لانه الجذر لما يروح مع التربيع بروح بمطلق، فبصير موجب او سالب جذر 1 ناقص جتا السين كلها على 2. وهاي بتصير كانها متطابقة رقم 2 اللي هي جيب السين على 2. طيب بضل عندكم ظل السين على 2. ظل السين على 2 بدي اياكم تحاولوا الجميع انه تثبتوا لي او تجيبوا لي ايش متطابقتها. هاي جيب السين على 2 في الكتاب عندكم موجودة تدريب، وهاي الكتاب مثبتها عندكم، بس هاي مش مثبتها، هي عبارة عن تدريب موجود عندكم بالكتاب. بضل علينا ظل السين على 2. طبعا كمان الكتاب مش مثبت ظل السين على 2، بدي انتو تثبتوها. الظل عبارة عن جيب عجتة وتكملوا فيها. نكمل معكم أعزائي الطلبة في باقي الأمثلة والتدريبات إن شاء الله.